ماشي حلوه الفكره دي. احنا نخش نكلم المحافظ. ايوه وانا مين مع الموبايل عشان معيش رصيد؟ انا معايا ولسه مجدد الباقه، ممكن ادهولك يا عمدي. ها لا يا عمدي، المكالمه دي لازم تبقى من التليفون الميري عشان يبقى بلاغ رسمي. اي والله ينور عليك يا معلم زرزور، هي فعلا. يلا انا هخش اكلم المحافظ، عايز حد يجي يتفرج معايا وانا بتكلم على المحافظ. تعال 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 يا سلام يا عمدي. انت واد يا منتن انت، ايه كتك دهي؟ اوعى تقرب من البت بتي، سامع؟ ماشي يا ساتر. الله الدار حلو قوي. انت يا زفت يا مسعود، هو مش ابوها لسه قايلك دلوقتي ما تقربش منه؟ انت عايز تموت يا واد؟ يا ابني انا خايف عليك والله. أنا ما صدقت اللحظة دي تيجي. لحظة إيه؟ إن أقعد مع العيال لوحديني. صحيح يا مسعود؟ صحيح يا حبيبتي. يا صباح الجنان والمحني الفلاحي. جرى إيه يا حاج؟ ما تسيبيه يتكلم أمار. ماشي يا أختي، ابتدي المحني يا أخويا، اتفضل. حاضر. ليالي. أيوه يا مسعود. عايز أقول لك كلمتين بسرعة قبل ما أبو العمدة يجي. خير في إيه؟ عايز أقول لك. إزيك؟ إن شاء الله تسلم يا مسعود. وحشاني. وانت كمان. انا كمان ايه؟ وحشتني. يا بار عيد امك بيك. اهدي اهدي، ايه الحلاوه دي؟ ايش انت من قرصنه الكريمي؟ خلاص انا عايز اصلحك، ما تجي جنبي. اجي جنبك فين؟ هيني. والله المكان واسع. طب بلاش، عايز اقول لك بس الكلام بجد. ايه؟ انا عايز اجي اطلب ايد ابوكي. ايه؟ ايدك انت. انت اتجننت ولا ايه يا مسعود؟ عايز تطلبني من ابويا؟ احنا غجر، يعني الاصول ان انا وانت نهرب ونجيب العار لابويا. ايه دي؟ بس دي تبقى قرصي. دي هتبقى اكبر قرصه يتجرسها ابويا في حياته، ونجيب له الضغط والسكر والشلل. قصة حبنا دي الغجر هيقعدوا يتكلموا عنها سنين، هتبقى أجمل قصة حب. دي مش هتبقى قصة حب، دي هتبقى قصة علاج. احنا قديه هنخليه طرطور مش زرزور، وناخد المزة دي معانا. يو ما تتلم يا واد يا شمال، ده عبده موتى بقى ابن حلال. يلا يا رجال. يلا يا عمدي. كلمت المحافظ. كلمت المحافظ. ايوه. يقول لي ازيك يا جناب العمدي. ايوه. الناس اللي مش عارفين يعملوا كنترول على نفسهم دول. اربطها ازاي انا دلوقتي؟ البس البتاعة التانية دي وخلاص، دار القرايل اللي طالعة من دماغ. يا كلمة المحافظ. قول يا جناب المحافظ، انت اللي وقعته؟ جدع يا عيال، جدع يا عيال، بوقعه كل يوم. كلمت المحافظ، قلت له يا جناب المحافظ، احنا بلدنا فيها قنبيلي. قال لي لا ازاي يا جناب العمدي، انا جاي حالا وهيجي معاه التلفزيون بقى والجرالين وكل الحاجات وبلدنا هتشهر. يا سلام عليك يا عمده وانت بتكلم المحافظ. ايه انت مش عارف انا جرالي ايه لما شفتك؟ انا جرالي ايه؟ نفسي اعرف انا جرالي ايه. والله ما اعرف انا جرالي. انا كتبت قصيده بمناسبه ان انا دخلت الدوار. بتقول ايه؟ ايه عمده ميت كنافه يا عمدتني؟ على فكره يا عمدي بيتكم اوسع من بيتني وعجبي. انت جاي بتحقد عليا يا هاني؟ انا شفت البيت اتجننت بصراحه. فيه يا فيه ده عمده يا عمده، طبعا لازم يبقى مالي مركزه وهو بيكلم المحافظ. امال انت فاكره يعني عمده في الشنيش هفق محدش هيقله لازمه؟ لا انا ما قلتش كده. خلاص يا يعني عراب، يعني فاكره مثلا عمده مثلا الناس ممكن تكرته على قفاه يعني؟ لا لا يا عراب، يعني فاكره مثلا عمده ممكن الناس تستهزئه؟ لا خلاص يا عراب. بهزقه يا عمده. انت بتهزقنا. ها خلاص احنا كده يا عمدي لازم نعمل حاجه مهمه. ايه؟ لازم نجيب قنبله.
امال الناس اللي هتيجي تتفرج دي هتيجي تتفرج على ايه؟ مفيش قنبله، لازم نجيب قنبله. انا ممكن اقول لكم تجيبوا قنبله منين، بس هتدفعوا كام؟ انت كل حاجه عندك فلوس يا ده الصبي حرام انت. ما هو انت كده الصبي هيعمل ايه تاني يعني؟ بقول لك ايه يا عمدي؟ إيه؟ ولا الحوجه للواد النصاب ده؟ انا هجيب لك القنبله. عندك انابل يا زرزور؟ عندي انابل ومدافع وكل حاجه في الخيمه بتاعتي. وانت الحاجات دي حطيتها ليه عن حمايه؟ حمايه ماشي خلاص، ولا الحوجه ليه، انت تجيب لنا القنبله عشان اما يجوا بقى الجرالين يصوروا القنبله وهي عامله كده وهي عامله كده. خلاص الحق يا بابي العمده، الحق يا بابي العمده. الحق يا بابي العمده. بابي العمده؟ ايوه عايز ايه؟ الحق المحافظ اتصل وقال انه مش جاي، هيبعت السور رفعت بدال. السور رفعت؟ ايوه. مش مهم السور رفعت، المهم هيجيب معاه الجرايد والجرالين. ما قاليش. ما قالك شيء. طب هنعمل ايه دلوقتي؟ ما ينفعش يا عمده، ما ينفعش، احنا عندنا قنبله، السور رفعت ده مش عارف يتصرف، لو قعد قدام القنبله هتفرقع في وشه. يا القنبله ده ما هي الا مواد متفجره داخل اطار معدني، لو سبناها تم هتولع فينا كلنا. بوف ايه؟ بوف ايه؟ ما قلنا خلاص يبقى كله خلاص. ايه؟ بنسبك الموضوع يا عمدي. تسبوك الموضوع علي؟ انا ما انا عارف معاك، وما يجوا الناس والجرالين يبقوا سبوكوها عليه. خلاص احنا نقول لهم احنا لقينا حمره مفخخه. لا ولدي احنا عايزين فكره جامده يعني. انا عندي فكره، عندي فكره والله. يا اخي بدرس كده يعني. ها فكره ايه؟ احنا نكلم المحافظ ونقول له بدل القنبله نقول ان في جماعه ارهابيه جايه عايزه تقلب نظام الحكم. ايوه والله جماعه ارهابيه تقلب نظام الحكم وياخد الكرسي بتاع العموديه بتاعي. الله ينور عليك، انا اول مره نستفيد منك بحاجه. حلوه الفكره. يعني عجبتك؟ عجبتني الفكره. يبقى اتجوزني ليالي. بس يا دي انت عيب يا، اوعى تجيب موضوع الجواز ده تاني، سامع؟ بس ثم هجوزك ازاي؟ ده انت لسه حتى ما وصلتش لموسم التزاوج بتاعك. بس يا هوا ده مالكش دعوه بليالي بنت. ايه؟ مالكش دعوه، انا عجباني الفكره دي يا اخوان. حلوه. ايوه، وانا اخش اكلم المحافظ واقول له على الحكايه دي. ايه دي؟ الواد فكرته حلوه ولسه عيل شباب وعسل. جميل. إيه؟ فكره جميله والله، بيقول افكار يعني. ايوه، ما احنا لازم برضك يعني الشباب ياخدوا فرصتهم. إيه؟ لان الشباب عندهم افكار متنوره عنيني. ايوه لازم اخد فرصتي واكبر بقى واجي عمده زي. تبقى عمده بالمنظر الزباله دي؟ يبقى عمده ازاي انا؟ ابقى عمدي. انت فاكر انك هتخلد فيها يا عمدي؟ ايوه خلت فيها، قال لي هخلد فيها ومخلد واد جوه اسمه خالد. عايز حاجه؟ مالكش دعوه انت، الواد دي الفكره بتاعته وحشه. ايوه انت قول لنا انت فكره يا عمدي. انا جت في دماغي فكره دلوقتي. هات قول لنا. نتصل بالمحافظ ونقول له ان احنا لقينا قنبله. ايه؟ مش لقينا قنبله؟ لا، نقول له لقينا خليه ارهابيه وجاية تفجر البلد عشان يقلبوا نظام الحكم. ايه رايكم في الفكره دي؟ فكره حلوه قوي. انت يا عبده بالفكره دي؟ فكره لسه جايه في دماغي دلوقتي. ايوه فكره حلوه خالص. حد عنده اي اعتراض على الفكره دي؟ ايوه يا عمده. ايه؟ فين الارهابي اللي هنسلمه؟ هو كل ما نفتكر في حاجه تطلع لنا فيها مشكله. ولا مشكله ولا حاجه. خلاص يا جماعه احنا لقينا الارهابي والعمده قبض عليه. مين الارهابي دي؟ انا هقول لك. تعال احنا طول ما بنقول وش مش هنفهم بعض. هو الواد المعفن دي هنلبسه القضيه ونقول ايه ان هو الارهابي. ايوه صح، الله ينور عليك يا زرزور، هو ده الواد الارهابي اللي كان جاي يفجر في البلد. بس لا ده غلبان دي. ولا غلبان ولا حاجه. غلبان يا عم. غلبان في ايه؟ ما احنا لازم نضحي بكام واحد عشان البلد تمشي. وديه مش كلامان، ده كلامهم. يا روما. يا روما. امسكوا الواد دي. امسكوا الواد دي واربطوه في الشجره. حرام عليك يا ابني. بس انا داخل اكلم المحافظ،
اقول له مسكنا واحد بس ولا مسكنا اللي ما جوش معاي وانا بكلم المحافظ؟ لا 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 ضياع عليا المصلحه ولاد اللذينه. احسن عشان انت دجال ونصاب. اقسم بالله انا اجمد دجال في الوطن العربي كله. طب لعلمك بقى انا الوحيده اللي ممكن اقنع البلد ان انت اجمد دجال. ازاي؟ اصلني علي عمل. يا سلام نطلع لك العمل دي بجد؟ اه والله. طب ماشي. ايه الاعراض اللي بتجيلك؟ قولي لي عشان اعرف اجيب الجن الصح. بص انا اول ما تدقي الساعه 12 صوتي بيقلب.